الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، يقدمها لكم علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. صورة تضمن تمثيلا عربية دائما تتناسب مع عدد الدول العربية. عبر منبر الأمم، الكويت تدعو لتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن. تفعيل العديد من المشاريع المفيدة للبلدين. الاقتصاد سيسهم في تعزيز هذه المشتركات وتفعيل الحركة التجارية ما بين البلدين. تأكيد كويتي عراقي على أهمية الدفع بالمشتركات وتنحية الخلافات. إن في تجاوزات وشبهات بالإضافة إلى شبهة غسيل أموال. العدساني يؤكد استمرارية تقصي الحقائق عن قضايا فساد وتجاوزات. انتخاب الكويت بالإجماع مقررا في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. إخماد حريق اندلع بأحد مرافق مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء. فارس الكلمة الشاعر مبارك الحديبي يترجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء. من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام قادة العالم، أكدت الكويت أهمية إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات المتزايدة وبما يعكس الواقع الدولي، ويعزز مصداقيته وشرعيته، وبصورة تضمن تمثيلا عربيا دائما يتناسب مع عدد الدول العربية وحجم مساهماتها في دعم مختلف أنشطة الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال كلمة ممثل أمير البلاد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض موقف الكويت اتجاه العديد من الأزمات مشددا على أهمية دعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد حلول سلمية في سوريا واليمن. إن دولة الكويت وبعد مرور 9 أشهر على عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال الفترة 2018-2019 زاد يقينها بأهمية إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر مواكبة ومسؤولية لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم اليوم، وبما يعكس الواقع الدولي الذي نعيشه اليوم، ويعمد إلى تعزيز مصداقيته وشرعيته بصورة تضمن تمثيلا عربيا دائما يتناسب مع عدد الدول العربية وحجم مساهماتها في دعم مختلف أنشطة الأمم المتحدة. حرصت دولة الكويت ومنذ اليوم الأول لشغلها منصب العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن على التمسك بالنهج الموضوعي في تعاملها مع مختلف القضايا والملفات المدرجة بجدول أعمال المجلس. لقد أتى هذا النهج كترجمة واقعية لسياستها الخارجية المرتكزة على احترام سيادة واستقرار الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة لإيمانها بالرسالة السامية
لمنظمة الأمم المتحدة والساعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وحول القضية الفلسطينية، وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن الكويت ومن منطلق إيمانها الراسخ والمبدئي بأهمية الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين ونصرة قضيتهم العادلة ستواصل مساعيها الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في تقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن زيارة رئيس مجلس النواب العراقي إلى الكويت كأول وجهة لها تعد تقديرا منه للكويت ولأمير البلاد وللبرلمان الكويتي. وأشار الغانم إلى اتفاق الجانبين على التنسيق بكافة المحافل الدولية وعلى الدفع بالحكومتين اتجاه تفعيل العديد من المشاريع المشتركة. في المقابل ثمن الحلبوسي الذي اختتم زيارته الرسمية للبلاد ثمن دعم الأمير المستمر ووقوفه إلى جانب الشعب العراقي. نحن جيران نمثل شعوب منطقتنا في مرحلة حساسة وخطرة في إقليم ملتهب، لذلك دائما الحوار والتعاون والتعاضد هما الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة. حقيقة لقاءات اليوم كانت جدا مثمرة وجدا جيدة، بدءا باللقاء مع صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، مرورا باللقاءات الثنائية مع أخوانا النواب في مجلس الأمة الكويتي، ومن ثم لقاءات مع العديد من الجهات في دولة الكويت. لقاءنا مع الجانب العراقي أكد على حقائق ثابتة وراسخة يجمعنا الدين واللغة والجغرافيا والكثير من الأمور، وما يفرقنا أشياء بسيطة وتوافه، فيجب أن نركز على ما يجمعنا ونبتعد عما يفرقنا. اتفقنا على التنسيق في كافة المحافل الدولية لحشد الدعم للقضايا المشتركة. اتفقنا كذلك على تفعيل لجان الصداقة ما بين البرلمانين الشقيقين وعلى الدفع بالحكومتين تجاه تفعيل العديد من المشاريع المفيدة للبلدين، وخاصة فيما يتعلق في التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. الاقتصاد سيسهم في تعزيز هذه المشتركات وتفعيل الحركة التجارية ما بين البلدين، وأيضاً المساهمة بإعمار العراق التي كان للكويت وأمير البلاد دور إيجابي بانعقاد المؤتمر الأول لإعادة إعمار العراق بكل أنحاء العراق، كان في شهر 4 في دولة الكويت الشقيقة، وننتظر أن تباشر الحكومة العراقية بعد يعني تسلمها مهامها في الأيام القادمة بتحديد الأولويات لإعادة الإعمار، مما يسهم في دخول الشركات والشركات القطاع الخاص وأيضا الشركات الكويتية على وجه التحديد إلى العراق للمساهمة في إعادة إعمار العراق. إن شاء الله هذه الزيارة الأولى ولن تكون الأخيرة، وأتوجه بالدعوة إلى معالي الرئيس لزيارة مجلس النواب العراقي وزيارة العراق في أقرب فرصة تسنح له بهذا الأمر. في مجلس الأمة قال النائب رياض العدساني إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي أثبتت وجود خلل وهدر وتضخم في الحسابات فيما يتعلق ببند الضيافة الخاص بوزارة الداخلية. من جهة ثانية أشار النائب إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي يحتوي على شبهة غسل أموال، مضيفا إن الحكومة أكدت إحالة الملف للنيابة العامة وبالتالي أصبح الأمر لدى القضاء. كذلك جدد تأكيده استمرار متابعة جملة من القضايا كالحيازات وتجاوزات العهد والإيداعات. طبعا في بعض القضايا استجدت، وبعض القضايا كنت أنوي أني أفتح هذه القضية والملفات وتم التحقيق فيها، والحمد لله
أثبت أن اللي ذكرناه بالسابق صحيح، وهناك قضايا عديدة من الفساد والمفسدين والتعدي على الأموال العامة والمخالفات الإدارية والقانونية والمالية. هذا الملف في كل الخطوات اللي بذكرها، والقضايا مثل الضيافة في وزارة الداخلية، القسائم الزراعية والصناعية، واستثمارات التأمينات الاجتماعية والمجلس الأولمبي والإسكان وذوي الإعاقة والنصب العقاري وعطايا النواب وحساب العهد. بالإضافة إلى أن في الجلسة ذكر وزير الداخلية ووزير المالية، الذي يشرف وزير الداخلية على جهاز أمن الدولة، وزير المالية يشرف على وحدة تحريات المالية الكويتية. ذكروا أن الملف راح النيابة. وبالنسبة للمجلس الأولمبي، المجلس الأولمبي ذكرنا احنا الآتي، أن في تجاوزات وشبهات بالإضافة إلى شبهة غسيل أموال وتحويلات وإيداعات. انتخبت الكويت بالإجماع لمنصب مقرر مكتب جمعية دول الأطراف عن المجموعة الآسيوية في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لمدة عام، وعلى هامش أعمال الدورة السابعة للجمعية في فيينا. قال رئيس الهيئة العامة للكويتية لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش إن الكويت قطعت شوطا كبيرا في بناء العناصر المادية والبشرية اللازمة لمنع ومكافحة الفساد. كما أكد النمش حرص الكويت على بذل جميع الجهود الجدية والحثيثة في سبيل تحقيق الغايات والأهداف السامية التي نصت عليها اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. أعلن بنك الكويت الوطني سيطرة على حريق اندلع في أحد مرافق مبنى البنك قيد الإنشاء، مشيرا إلى إخلاء أكثر من 2500 عامل من موقع الحريق بوقت قياسي عقب اندلاعه. ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي للبنك عصام الصقر الذي تفقد الموقع تأكيده حرص البنك على سلامة جميع العاملين لديها، مشيدا بجهود وزارتي الداخلية والصحة وإدارة الطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء. كما أثنى صقر على سرعة استجابتهم وقيامهم بعمل اللازم متوجها بالشكر للجميع. في موازاة ذلك أعلنت إدارة الإطفاء تمكن 6 فرق من السيطرة على الحريق، موضحة إصابة 6 من عمال المشروع بالاختناق قبل أن تتم عملية علاجهم في موقع الحادث. هذا وتفاعلت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع حريق المبنى قيد الإنشاء، مبدية تضامنها مع البنك الكويتي الوطني جراء الحادث. فالمتابع. بين خطاكم السوء وخطاكم اللاش تواصلت مؤسسات حكومية وخاصة، سيما بنوك زميلة مع البنك الوطني عبر حسابات التواصل الاجتماعي، معربة عن تعاطفها إزاء اندلاع حريق في مبنى قيد الإنشاء للوطني. واستقبل حساب الوطني على تويتر رسائل مساندة واطمئنان من تلك المؤسسات، فكان فاعلا في الرد على الجميع وطمأنتهم مقدرا تلك الفزعة. وبدوره سارع بيت التمويل إلى تصميم بوست يظهر رجل إطفاء يمسك بخرطوم مياه وأمامه شعار البنك الوطني مع تعليق خطاكم السوء، فيما أشادت تلك الحسابات بدور رجال الإطفاء في التصدي للحريق والسيطرة عليه. ونحن نقول أيضا خطاكم السوء. نفت وزارة الصحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر إساءة إحدى الممرضات لمريض في أحد مستشفيات البلاد. وقالت الوزارة إنها قامت بإجراءات البحث والتحري عن مدى صحة الفيديو المنتشر، حيث تبين في البحث المبدئي عدم حدوثه في أي مركز أو مستشفى تابع للوزارة. نظمت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الاجتماع العام لمديري ومنسقي شبكة المدارس المنتسبة للمنظمة، وذلك في إطار استعراض ومناقشة خطة العمل الموضوعة للعام الدراسي الجديد.
أنشطة متنوعة وفعاليات يتضمنها برنامج عمل الخطة الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح ونبذ العنف ومحاربة الأفكار التي تهدد الأجيال الناشئة. كما جرت العادة كل بداية كل عام جديد نجتمع مع منسقين المدارس المنتسبة لليونسكو مع مدراءها، وذلك لعرض الخطة السنوية التي نأخذها من المنظمة الأم، وذلك لعرضها ومناقشتها وتداولها مع مدراء المناطق، وذلك لتنفيذها خلال العام على طريق البرامج وأنشطة تنفذ في المدارس. فقدت الكويت اليوم أحد أشهر شعراء الأغنية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وواحدا من أبرز فرسان الكلمة الشاعر مبارك الحديبي عن عمر يناهز 72 عاما. وقد أثرى الراحل المكتبة الغنائية الكويتية بالكثير من الأغاني المنوعة والممزوجة بعراقة التراث الكويتي الأصيل. مسيرة الراحل في التقرير التالي. رحل فارس الكلمة أحد أشهر شعراء الأغنية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي مبارك الحديبي، صاحب الكلمة العذبة والحس المرهف الذي طالما طربت لكلماته الأذواق. ولد الشاعر الراحل مبارك محمد راشد الحديبي عام 1946 في الكويت، وعاش طفولته في أحضان حي المرقاب، وهو أحد أوائل الكويتيين الذين عملوا في الأجهزة الإعلامية الحكومية، ووقتها تفتقت موهبته اللحنية والفنية. وفي ستينيات القرن الماضي أصبح الحديبي عضوا في جمعية الفنانين الكويتيين، وشارك في مسيرة مجلس الإدارة لسنوات، وفي الثمانينيات اختير عضوا في لجنة إجازة نصوص الأغاني، وتم تكريمه من قبل وزارة الإعلام ومجموعة تقدير الشبابية التطوعية عام 2013. وأثر الراحل الحديبي المكتبة الغنائية الكويتية بالكثير من الأغاني المنوعة والسامريات الجميلة التي لاقت إعجابا وقبولا لدى المستمعين، وتغنى بأشعاره نجوم الأغنية الكويتية والخليجية. التقى الراحل بالفنان القدير يوسف دوخي في الإذاعة الكويتية واستمع إلى كلمات أغنية ليلي أنا سهران، وأجزت فكانت الخطوة الأولى نحو الاحتراف. وتعتبر أغنية أودعك بصوت الفنان القدير حسين جاسم والحان الفنان عبد الرحمن البعيجان بداية انطلاقة مبارك الحديبي كمؤلف أغان، ومن بين أشعاره أغنية صادني للفنان نبيل شعيل، وأغنية منسية ومباركين للفنانة عائشة المرطة، وأغنية قلب ارتجف للفنان غريد الشاطئ، وأغنية شفتك للفنان عبد الكريم عبد القادر. خام الكويت يلامس مستويات قياسية جديدة، تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية. من جديد أهلا بكم. أعلن بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد تسلمهما التقارير المعدة من المستشارين الماليين الدوليين المعينين من قبلهما لتقديم الرأي والتوصية بشأن تحديد السعر العادل لتبادل الأسهم. وقال البنكان في إفصاحين منفصلين إن التقارير المعدة من بنكي HSBC وكريدت سويس تتم دراستها ثم عرضها على مجلس إدارتي بيتك والأهلي المتحد للحصول على الموافقة، وبعدها تبدأ أعمال الفحص النافي للجهالة. وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتك مازن الناهض قد أكد أن الهدف من عملية دمج بيتك والأهلي المتحد هو زيادة ربحية سهم البنك والقدرة على تمويل المشاريع التنموية العملاقة والانتشار الجغرافي. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام بواقع 8 نقاط ليبلغ مستوى 5138 نقطة ونصف النقطة. وبلغت كمية تداولات المؤشر العام أكثر من 132 مليون سهم بقيمة 20,900,000 دينار كويتي.
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 79 دولار و55 سنت وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت بيانات أمريكية زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. الفوز شعار الأصفر أمام الزمالك، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. يسعى فريق القادسية الممثل الآخر لكرة الكويتية في بطولة كأس العرب للأندية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الزمالك والتأهل للدور الثاني للبطولة في اللقاء الذي سيقام غدا الجمعة. وأكد مدرب القادسية الروماني إيوان مارين أن الفرص متكافئة بين فريقه والزمالك المصري فيما يخص بلوغ الدور الثاني من المنافسات. وقال مارين أنه يتفق مع مدرب الزمالك كريستيان جروس بشأن الحظوظ المتساوية، مضيفا أن فريقه سيقاتل بكل قوة من أجل حسم بطاقة التأهل. وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في الإسكندرية قد انتهى بالتعادل السلبي. مباراة على مستوى عالي، مباراة تجمع قطبين كبار على مستوى الوطن العربي. القادسية نادي كبير له تاريخه وله جولاته داخل الكويت، وكذلك الزمالك في جمهورية مصر العربية. الحمد لله يعني الفريقين يملكون لاعبين مميزين على مستوى عالي، كذلك أجهزة فنية على مستوى عالي، وكذلك يكون قاعدة جماهيرية كبيرة يعني بالوطن العربي. إن شاء الله راح تكون مباراة حلوة، إن شاء الله يستمتع فيها الجمهور الحاضر وخلف الشاشات، خصوصا أن المباراة تضم كوكبة كبيرة يعني من النجوم. إن شاء الله على قولتهم بختام المباراة نفرح وتكون إن شاء الله النهاية صفرة إن شاء الله وغد ساوية بإذن الله. القادسية والزمالك قصة لمواقف صارت من أول. نتمنى من الجماهير الوفية قد ساوية الحضور، تشجيع اللاعبين، وإن شاء الله اللاعبين راح يأدون أداء طيب ويفوزون في المباراة. فريق الزمالك فريق كبير، فريق يحترم، كذلك القادسية يملك نجوم، يملك محترفين. نتمنى أن نشوف مباراة تليق في مستوى الفريقين. دخل رئيس نادي الهلال السعودي السابق سامي الجابر على خط رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة للتنافس على مقعد رئيس الاتحاد للدورة المقبلة. ويعكف الجابر على تجهيز ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي في الانتخابات المقررة إقامتها في شهر أبريل من العام المقبل. ويحظى سامي الجابر بدعم من المسؤولين عن الرياضة السعودية ليكون الرئيس الجديد للاتحاد الآسيوي. وكان البحريني الشيخ سلمان آل خليفة الرئيس الحالي للاتحاد القاري قد أعلن منذ يوم ترشحه لولايات جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة، وقبل ختامها نتوقف معكم مع حالة الطقس مع الزميلة سارة الشقرة. كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الرايميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. مساء الخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. الأجواء بشكل عام مشاهدين حارة بالنهار معتدلة بالليل مع الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة بوجه عام. ننتقل حين مشاهدين إلى الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 31 درجة مئوية شمالا، في مزارع العبديلي 24 درجة مئوية جنوبا، في مزارع الوفرة 25 درجة مئوية،
في مدينة الجهرة 29 درجة مئوية، بالنسبة إلى منطقة السالمي 26 درجة مئوية، وبالنسبة كذلك إلى الجزر 29 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا راح تكون حارة نسبياً، وراح تظهر بعض السحب المتفرقة، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعتها من 6 إلى 20 كيلومتر في الساعة. حالة البحر الليلة جدا مناسبة لممارسة أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترة الحمل. الحين مشاهدينا ننتقل إلى الطقس المتوقع باكر. العظمى في مدينة الكويت 43 درجة مئوية، شمالا في مزارع العبديلي وجنوبا في مزارع الوفرة كذلك 43 درجة مئوية. في مدينة الجهرة 44 درجة مئوية، في منطقة السالمي وبالنسبة إلى الجزر 42 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا راح تكون حارة نسبيا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر باكر كذلك راح تكون جدا مناسبة إنكم تمارسون أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية كذلك ضمن فترة الحمل. الحين مشاهدينا راح أترككم مع حالة البحر مواقيت صلاة. أما بالنسبة مشاهدين للطقس المتوقع خلال 4 أيام الجاية بإذن الله، في يوم الجمعة أجواء حارة نسبيا، درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. بالنسبة مشاهدينا إلى يوم السبت ويوم الأحد أجواء راح تكون حارة نسبيا مع فرص للغبار المحمول على المناطق المكشوفة، درجات الحرارة العظمى خلال اليومين 41 درجة مئوية والصغرى كذلك خلال اليومين 25 درجة مئوية. بالنسبة إلى يوم الاثنين أجواء راح تكون حارة نسبيا، درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، وراح نلاحظ استمرار في الرياح الشمالية الغربية اللي قد تصل سرعتها في يوم الاثنين إلى 28 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا خلكم معنا لمعرفة التفاصيل حول درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية والعربية.